تشديد على اتباع السلف والأخذ بأقوالهم وهديهم، فلا ترون فيه نوعا من تعطيل العقل؟ أصبح العقل في الإسلام اليوم مأخوذا بأن ماذا قال فلان ماذا قال فلان، بعيدا عن الابتكار والاجتهاد. لا، بالنسبة لأقوال السلف التي نحض على اتباعها والحرص عليها، هي ما كان من نقلهم وعملهم الذي وراجع عليه النقل، أما ما كان من عقلهم روايتهم فليس الحال كذلك. نقلهم يعني عن رسول الله خاصة. نعم، ولذلك تجد في كلام الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار لما ذكر أثر أبي هريرة في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا، قال: العبرة بما روى لا بما رأى. فرق. هذه قاعدة، العبرة بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السبع والتثريب، لا بما رأى، فرأيه هو واجتهاده هذا من قبيل العقل، والأول ليس قد لا يكون أوفر حظا في العقل في مسألة معينة من الآخر، لأن المرجع في هذا إلى القسمة الربانية للأرزاق، والله قسم الأرزاق بين الأولين والآخرين، ومنها مستويات العقل والفهم، وقد يكون الإنسان عاقلا جدا فتحجب عنه مسألة بسبب أنها ليست من رزقه، وقد ذكرنا أبيات العلامة بن التالي وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. وابن مالك يقول في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين. هل هذا خلاصته أن اتباع السلف هو في أصله نوعان، إما اتباع لما نقلوا عن النبوة، أو اتباع لمنهجهم في الاستنباط، وليس هو بالضرورة اتباع لأقوالهم في هذه المسائل؟ نعم، ليس هو بالضرورة اتباع لأقوالهم. طيب. لآرائهم الاجتهادية في هذا السياق أيضا السلف هذه أيضا لا يتفقون عليها غالبا، الآراء الاجتهادية لا يتفقون عليها غالبا.